السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الكرام في هذا الفيديو الجديد والذي سنعرض فيه تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري التي ستلعب ضد جيبوتي هذا الجمعة على الساعة 2 مساء بتوقيت الجزائر وعلى الساعة 3 مساء بتوقيت مصر. إذن هذه المباراة التي ستلعب بالجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر. إذن فقائمة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة جيبوتي وبوركينا فاسو. إذن والأهم وقبل كل شيء هو أن تواجد يوسف بليلي يريح كثيرا. الحارس في حراسة المرمى مصطفى زغبة سيستحق التواجد على المستويات التي يقدمها، فقد برهن مع فريقه أنه حارس يمكن الاعتماد عليه بعد أن فرض نفسه كواحد من أفضل حراس الدوري السعودي. أما مهدي طهرات الذي يلعب بشكل مستمر مع الغرافة، تم تفضيله على عبد الجليل مديوب الذي لا يشارك مع بوردو. وهنا نتأكد بأن الناخب الوطني قرر إضافة مدافع محوري للمجموعة بشكل دائم. أما في الجهة اليسرى من الدفاع مع عودة رامي بن سبعيني، فإن المنصب الأساسي محسوم، وغياب فارس جعل عدة أسماء تطرح لتعويضه، لتكون المفاجأة إعادة أيوب عبد اللاوي مجددا. أما رضا حلمية هو الآخر عاد لكي يكون خيارا في الجهة اليمنى من الدفاع مع عدم تواجد مهدي زفان وحسين بن عيادة هذه المرة، والاكتفاء بلاعبان فقط في هذا المنصب عكس التربصات الماضية. كل الكلام ذهب في الخط الخلفي لأن باقي الخطوط لم تشهد تغييرات كبيرة نتحدث عنها طويلا. ففي الهجوم عاد أدم الناس لأخذ مكان إلى قبال، وفي الوسط الميدان عاد فريد بولايا ليحل مكان هشام بوداوي. هنالك نقطة أخيرة يجب ذكرها، وأن محمد الأمين عمورة اقترب من تثبيت مكانه كبديل ثالث في خط الهجوم، ومع استمرار تألقه مع فريقه وبروفايله المختلف عن البقية فإن فرصه في البروز معنا مضاعفة. أما الخلاصة التي نختم بها أن جمال بن ماضي دائما يفضل الاستقرار، نعم يفضل الاستقرار ومواصلة العمل مع نفس المجموعة، ولذلك تكون قائمته مقنعة كثيرا. وإن كان هنالك اختلاف فإنه يكون ثانوي، ونتائج دائما وأبدا تجيب عن كل الأسئلة التي قد تطرح. إذن نعيد إليكم التشكيلة التي ستلعب هذه المرة. سيكون في حراسة المرمى وهاب رايس بولحي، أما في الدفاع جمال بالعمري، رامي بن سبعيني، عيسى مندي ورضا حليمية، في وسط الميدان رامي الزروقي وجمال بن ناصر وإلى قبال كبديل. أما بالنسبة للهجوم فلدينا إسلام سليماني وبغداد بنجاح ورياض محرز كمهاجم أيمن، وكذلك سعيد بن رحمة كبديل، وكذلك محمد الأمين عمورة كبديل هو الآخر. هذه هي التشكيلة التي ستدخل أساسية بإذن الله في هذه المباراة، والتي نتمنى أن تكون مليئة بالأهداف كما كانت بالنسبة للمباراة الفارطة ضد جيبوتي في ملعب مصطفى تشاكر، والتي انتهت بثمانية أهداف لصفر. إذن الجزائر وبوركينا فاسو يتربعان على قائمة الترتيب. نتمنى أن يحرز المنتخب الجزائري النقاط الثلاث بسهولة، وتبقى المباراة الفاصلة أمام بوركينا فاسو التي سنلعبها في ملعب مصطفى تشاكر مباراة